ماشي ماس أصدقائنا، إزيكم وعاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في المقطع ده حبينا نجرب لهجة تانية، وما فيش أحلى من اللهجة المصرية اللي بتفهمها كل اللهجات في كل الدول. وعلشان كده اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، بس يا ريت تخفوا علينا شوية علشان دي أول مرة بنتكلم باللهجة دي وما عندناش لسه أي خبرة فيها. فاكتبوا لنا تعليقات تشجعنا، وما تنسوش اللايك والشير لأصدقائكم والاشتراك علشان نوصل 100,000 مشترك قبل نهاية السنة. و let's go. ده بطلنا مارو سويهارو، طالب بالثانوية معجب في بنت اسمها كاتشي، وهي طالبة مشهورة وكاتبة روايات، وكل طلاب المدرسة معجبين فيها وكمالها، بس هي بتصدهم دايما وبتبعدهم عنها. وفي يوم اتشجع مارو واتكلم معها كلمتين عن روايتها، وبعدها ازداد اعجابه فيها ودب في دبدبها. ولما بيكون بالمدرسة مع زميله اللي اسمه تيتسو، بيسأله اذا كان عايز يشارك بمهرجان الاعتراف، وده مهرجان مصيبة لانه فيه الطلاب بيعترفوا بالحب لواحدة من بنات المدرسة قدام الطلاب. وبالمناسبة صديقنا تيتسو ده بتاع بنات، وبيوعد 7 فتيات ومقنعهم انه بيحبوهم كلهم، وعلشان كده سمعته بين بنات المدرسة مش قوي يعني. لكن هارو مش بفكر يشارك، فبيستهزئ في تيتسو وبيسأله امتى هيتشجع ويعترف لكاتشي بالحب، وبيستفزه فبيقوم مارو عاوز يضربه، بس بتقطعهم كاتشي اللي بتفوت للصف وبتسأله ان كان عايز حاجة، وبتحطم الشباب اللي عمال يتكلموا عن جمالها وبتقول لهم انهم مريضين ولازم يموتوا. فبيقول تيتسو لمارو، شفت اللي حصل؟ ده اللي هيحصل لك لو اعترفت لها. يا ابني مالكش اي فرصة مع بنت زي دي لانها اعلى من مستواك بكتير. لكن مارو بيقول له انه مش زي الباقيين، وهو وياها بيتكلموا كل فترة والتانية، وطلعوا ساكنين قريب من بعض وفي علاقة خفية بينهم على الاقل، وبيقول له انها بتخفي شخصيتها الحقيقية اللطيفة والبريئة. ودي صديقة طفولة مارو واسمها شدا، بنت جميلة ولها معجبين كتير، والكل بيحسد مارو انها بتحبه لانها اعترفت له قدام كل الطلاب ورفضها واعتذر منها، بس بترجع تسأله قدام كل الصف اذا بيقبل انه يوعدها، وهو بيعتذر لها مرة تانية وبيقول لها انه بيحب يقضي الوقت معها، لكن في الفترة الحالية هو مش عايز يرتبط. فبتقوله انها كانت تهزر معاه وكل اعترافاتها كانت خدعة، لكن وهي بتتكلم صاحبة كاتشي ميكو تصرخ من الصدمة، لان كاتشي قالت لها انها هتوعد شاب اسمه ابي، وبكده بيعرف مارو ان البنت اللي بيخطط يعترف لها ويحبها عندها حبيب مشهور زيها وما بتكنلوش اي مشاعر. فبيطلع من الصف وبيقول لهم انه راجع للبيت، وبيكون قاعد بالطريق بيبكي، وبتيجي شدا لعنده وبتحضنه وبتقوله انها حاسة فيه وانه هو فتى طيب ولطيف قوي، وكاتشي هي اللي خسرته ومش العكس. وبترجع شدا تعترف له بالحب مرة 10، وبتقوله انها زعلت لما عرفت انها مش اختياره. بيبكي مارو وبيتشكرها على كلامها ومواساتها، وبيقول لها انه من غبائه لسه حاسس انه عنده فرصة مع كاتشي. لكن شدا بتقوله انه كاتشي انسانة قاسية وخدعتك، وكانت كل يوم تقضي وقتها معك وتقربت منك، وبعدها راحت لخيار مناسب ليها اكتر، وبتقترح عليه ينتقموا منها، وهو بيقول انه حزين فعلا من تصرفها، لان الطالب ده ملوش زمان بالمدرسة وانتقم من شويتين بس، لكن هو مش مفكر بالانتقام برضه يعني. بس شدا حق الانتقام يعني الانتقام يا مارو، وبتقوله فكر كده بموعد كاتشي وقابل اول وتخيل كل حاجة هتحصل، ها لسه مش عايز تنتقم؟ فبيتشيطن وبيقول لها معاكي حق، وبيتفقوا الاثنين انهم ينتقموا من حبه الاول، وبيقعدوا يفكروا بالطريقة اللي لازم ينتقموا فيها، وبيقترح مارو انه يلاقي نقطة ضعف ابي ويفضحه، وبكده الناس هتقول ان كاتشي ما تعرفش تختار راجل كويس وسمعتها هتبوظ. شدا بتقول انها فكرة جيدة بس مش الافضل، وبتسأله هو الشيء اللي ممكن يخليك سعيد، وبتقول انه اكبر انتقام لو طلع من كل ده مبسوط وسعيد، وبتقترح عليه انهم يمثلوا انهم بيتوعدوا، وبتفهمه خطتها بان كاتشي اظهرت جانبها اللطيف بس ليك من بين كل الطلاب، وده معناه انها بتستلطفك على الاقل، ويمكن كانت حطك بخانة الاحتياط، لكن لما هتعرف ان الشخص اللي كانت مخليه احتياط
عنده حبيبة هتحس بانك خدعتها هي كمان وهتنجرح. بتعجب ماري الفكرة، بس بيسألها اذا كان عادي تمثل معاه حاجة زي دي، فبتقوله ان هي بتحبه وبكل الاحوال التمثيل هينفعها ومش هيضرها. وبكده نبتدي بخطة الانتقام الأولى، وبتقوله شدة إنها عايزة تبلش بالخطة من دلوقتي، بس مارو بيخجل وبيقول إنه لازم يروح يجرب خطته هو كمان. وبيطلع يسأل الطلاب عن أبي، بس محدش بيقوله غير الحاجات الجميلة واللطيفة عنه، فبيتضايق إن خطته ما نجحتش وبيعصب. وبوقتها بيشوفوا أبي وبيسأله إن كان هو الشخص اللي بيسأل عنه بكل مكان بالمدرسة. مارو بيقول له غريب انه شخص مشهور زيك عارف انا مين، لكن ابي بيقول انه ما كانش بيعرفه، بس لما شافه عرف انه هو الممثل الطفل العبقري. وبنعرف انه مارو كان ممثل وهو طفل، وكانت والدته ممثلة سيئة، ولما شافت موهبته كانت سعيدة وعشان كده كمل بالتمثيل وكان ناجح جدا. فبيقول له ابي انه والده مثل معاه وعلشان كده كان بيحسده كتير، لانه والده كان بيمدح مارو كل الوقت، وقرر ينتقم منه لما عرف انه بيدرس في المدرسة دي وانه بيحب كاتشي. وبوقتها قرر ينتقم منه بهالطريقة ويحطم حبه الاول بانه يسرق منه كاتشي ويوعدها هو، وبيقول له انه هيعترف لها بالمهرجان قدام الكل، وكده هتنتشر الاخبار عنه وراح يقضي على فرصة مارو باعترافه لكاتشي. مارو بيتعصب من شخصيته وأفكاره السيئة اتجاهه واتجاه كاتشي اللي بيخدعها، وبيحتار باللي ممكن يتصرفه. ولما بيرجع للفصل بتفوت شدة وبتقول بصوت عالي وكأنها بتبهدل فيه ان بقالهم شهر بيتوعدوا، وبتسأله ليه مش بيرد. بتكون صدمة للكل ولكل الطلاب، وبيكون مارو كلم تيتسو كل اللي صار بينه وبين أبي، وقال له انه عايز يشارك في المهرجان الثقافي وراح يمثل فيه معهم بمسرحية. فبيقول له تيتسو بسرعة روح واطلب من كاتشي تكتب لكم حاجة مؤثرة تقدر تنتقم فيها من أبي وتغطي على تمثيله. وفعلا بيروح مارو وبيطلب من كاتشي، وبتقول له انه ما عندهاش مانع بس هيكون في مقابل مادي، وبكده بياخدوا ارقام بعض علشان يتم التواصل بينهم. ولما بيرجعوا للبيت بتيجي شدة لعند مارو، الاتنين دول أصدقاء وساكنين جنب بعض وعلاقة العيلتين ببعض ممتازة، وبتكون عمال بترتب له البيت بعد ما صار خرابة لأن والده جه وقضى عطلة الصيف عنده. وبتشوف صورة ليه زمان وهو متصور مع طفل تاني، وبتسأله مين ده اللي معرفوش أبدا، فبيقول لها ده شيرو وهو كان ابن المنتج لما مثلت وصرنا أصدقاء لفترة بسيطة، وقال لي إنه يكتب رواية ويخليني أمثل فيها، بس معرفش هو فين دلوقتي. لكن شدة بتحس بحاجة غلط وبتتصل عليه كاتشي وبتقاطع الكلام وبتقول له إنها عايزة تتكلم معه عن المسرحية. ولما بتسمع صوت شدة كل الوقت بتقول له عرفت إنها حبيبتك وهتركك براحتك معها وتعالى بكرة للمكتبة نتكلم على انفراد. لكن شدة بتحذره من كاتشي وبتقول له إن تتقرب منه اليومين دول بطريقة مريبة، ويمكن تكون مشاركة أبي بمسرحية الانتقام اللي عمال يجهزها لك، وبكده انت هتكون ابتلعت الطعم ووقعت بفخ أبي وانتقامه مع كاتشي، وده مش مستحيل لأنك غبي وأنا بعرفك. وتاني يوم بالمدرسة بيكونوا مارو وتيتسو يتدربوا على بعض المشاهد علشان يرجع مهاراته التمثيلية، خصوصا إنه من زمان ما مثلش ويمكن ما يكونش قادر يتقن الأداء. بس بيغمى على مارو فجأة وبياخدوه على العيادة، ولما بيفيق بيلاقي كاتشي قدامه وبتقوله انها جهزت له النص اللي طلبه منها واقتراحها انهم يمثلوا بمهرجان الاعتراف اذا كانت فكرته انه يكسب الشهرة من ورا العرض، وبتقوله مش هعطيك النص الكامل الا لما تدفع لي. فبيعتذر لها لانه ما جمعش مبلغ كبير، وبتقوله انها موافقة بوسيلة دفع اخرى، هتسأله سؤال ولو جاوبه بصدق مش هتاخد فلوس. وبتقول له ايه السبب اللي خلاك تنسحب من التمثيل مع انك كنت مشهور جدا، فبيقول لها مارو ان الموسم الاول من مسلسله جاب نتائج عالية جدا والكل حبه وانشهر بسرعة كبيرة، بس والدته كانت حابة التمثيل شخصيا وعشان كده لما قرروا يكملوا الموسم الثاني عرضوا عليها تمثل دور والدته وكانت سعيدة جدا في الدور ده، بس كان في مشهد حادث سيارة ووالدته كانت حابة تتقن الدور لدرجة انها وقعت واصطدمت فيها بجد،
وماتت من الضربة لأنها وقعت على رأسها، وبعدها كمل تمثيل الموسم الثاني علشانها، وتوقف بعدها عن التمثيل إجباري، ومنعوهم المخرجين والمنتجين إنهم ينشروا قصة الحادث. كاتشي بتتأثر وبتبكي وبتقوله إنها آسفة وبتعطيه النص وبتطلع من الغرفة. وبنعرف إن كاتشي هي الطفل اللي التقى فيه مارو من زمان. كاتشي لما كانت طفلة اتعرضت للتنمر بالمدرسة وبطلت واثقة بحالها وصارت تلبس ملابس الأولاد، ولما شافها والدها بالحالة دي وعرف إنها بتحب مارو لأنها بتشوفه على التلفزيون، جابوا لعندهم ليلعبوا سوا وصاروا الاتنين أصدقاء كتير، وقالت له بوقتها إنها هتكتب رواية ويمثل فيها، ووعدوا بعض بالوعد ده. وبالمناسبة مارو كان بيفتكرها ولد، وده سبب لها شوية حزن كمان، بس بيوم والدها قال لها إنها مش هتقدر تشوف مارو بعد كده، وهي حقدت عليه وقررت تنتقم منه بخطة انتقام إنها تصير أجمل وأشهر فتاة وتخليه يعجب فيها ويقع في حبها، وبعد ما يعترف لها بتنتقم منه وترفضه وبتحكي له كل حاجة، ودي خطة الانتقام التانية. لكن بعد ما فهمت السبب رجعت مشاعر الحب اللي كانتها مرة تانية، وبالمسرحية اللي كتبت له إياها كاتشي فيها غناء وكمان شوية تمثيل، وبيقرر مارو إنه يعترض أداء أبي وهو بيغني ويدخل بأغنيته وتمثيله زي ما اتفق مع كاتشي، وبعدها يعترف لها بالحب قبل ما يعترف أبي، كده رح يقدر ياخد الأضواء منه. بس شدة بتحذره وبتقوله إن ده فخ واضح وهترفضك قدام الكل وبكده هترجع تنحرج. مارو بيقول إنه حابب يجرب حظه، فبتدعمه شدة وبتقوله إنه هو ممثل بارع لو قدر يحدد الجمهور اللي عايز يمثله، وراح يتدرب هو وتيتسو ليحسن من أدائه. وأخيرا بيجي وقت المهرجان والاعتراف، وبيتمنى تيتسو التوفيق لمارو وكمان شدة، ولما بيكون بالانتظار ما بيلاقيش كاتشي وبيستغرب انها مش موجودة. بس بعدها بيجي له تيتسو وبيقول له انه في شخص واقف بره وعايز يتكلم معاك. كاتشي لبست ملابسها لما كانت بتعرفه وهي طفلة واستنته واتنكرت بشخصيتها القديمة وجت تكلمه، ولما شافها مارو اتبسط كتير وسأل عن احواله واذا كان قدر يروح المدرسة. شيرو بتقوله انها اتحسنت كتير وانها صارت روائية تقريبا، بس ما بتخليهوش يقرب منها علشان ما يعرفش شكلها. لكن مارو بيطلع متذكر الوعد اللي افتكرت انه نسيه، وبيعتذر لها انه ما مثلش في الرواية اللي كتبتها. فبتقول كاتشي لا الواد طلع غلبان فعلا وانا كنت مزوداها، وبتشيل الطاقية اللي على راسها وبتلف عليه. فبيتفاجأ مارو جدا لانه اصلا ما بيعرفش انه صديقه كان بنت اصلا، ودلوقتي صديقه طلع كاتشي البنت اللي هو معجب فيها وبيحبها. وبتقول كل الحكاية من البداية وخطة انتقامها، لكن لما عرفت اللي حصل معاه سامحته، وبتقول له انها بتغار من شدة لانه بيناديها باسمها الاول كورو، وبتطلب منه يناديها كمان باسمها الاول شيرو بدل كاتشي. وبعد الاعترافات الغريبة دي بتبتسم له وبتروح تبدل ملابسها، لكن شدة سمعت كل حاجة وكانت تستناها تحت، وبتقول لها ان من اول ما شافت الصورة عرفت ان الطفل اللي مع مارو هو كاتشي، والتنتين بيكونوا ناويين يوقعوا مارو بحبهم. وبيعرف مارو ان شدة سمعت كل شيء وبيكون واضح عليها الغيرة، فبيتغزل فيها مارو وبتخجل لانه ما عملش كده من قبل، وبتقول له ان كل حاجة اتغيرت بعد ما عرفنا الحقيقة وما فيش داعي للانتقام، وتقدر تكون مع كاتشي وانت حر بعلاقتك، وبتضربه كف قدام الكل علشان تطلع اشاعات انفصالهم. وبتبكي بعدها وبتقول له انها هتدعمه وتحضر تمثيله واكيد رح يكون اداء جميل. وبيحين وقت التمثيل اللي هيكون على شكل اعتراف، وبينزل ابي ليغني ويعترف لكاتشي بالحب، وكل البنات بيكونوا دايخين عليه، بس الخطة انه مارو يفوت باغنيته ويقطعه ويعترف لكاتشي زي ما قلنا. وفعلا بيفوت مارو على الاغنية وبيغني مع ابي، والاتنين بيغنوا غناء حلو بعد ما يعترف ابي بالحب لكاتشي. ولما يخلص مارو بيقول انه مجهز اعترافه هو كمان، وبيقول لكاتشي انه كان بيحبها، ولما عرف انها بتحب ابي اتحطم وفات بصدمة، بس هو فهم دلوقتي انه بيحب شدة لانها هي اللي دايما بتكون معاه وبتنقذه من نفسه،
وعشان كده بيصرخ بأعلى صوت بطريقة رومانسية وبيقول أنا بحبك يا شدة، وبيطلب منها توعده، وبتعمل شدة نفسها مصدومة، ولما يحطوا الإضاءة والمايك عندها ويستنوا إجابتها بتقوله لأ ومش عايزة أوعدك، وبينصدم مارو صدمة عمره وبيصغر قدام الكل. أما تيتسو فبيكون اكتشف إن أبي مش شخص سيء زي ما ادعى، وإنه عمل كل ده ليرجع علاقة كاتشي بمارو لأن هي صديقته من زمان وزي أخته، وكان بيعرف بخطة انتقامها وبيساعدها فيها، ومكسبه من كل الخطة دي هو إنه يرجع مارو للتمثيل لأنه معجب بتمثيله فعلا. أما عن شدة فهي اتدمرت لأنها قالت له لأ، ولو عايزين تعرفوا هي عملت كده ليه؟ لأنها كانت بتخطط تنتقم من مارو علشان رفضها قدام الكل لما اعترفت له وأحرجها، مع إنها بتحبه كتير، ودي خطة الانتقام الثالثة. وبالحقيقة مفيش حد ما اتدمرش من اللي حصل، كاتشي وشدا عمال يبكوا في غرفة الصف، ومارو لسه مصدوم وبيبكي على المسرح. وبكده بيكونوا الثلاثة دول نالوا جثتهم 3 خطط انتقام غبية ملهاش أي لازمة. كده بنكون وصلنا لنهاية القسم الأول من حكاية مارو. وصلوا المقطع ل2000 لايك وادعمونا بقى علشان نكمل القسم الثاني، واكتبوا لنا بالتعليقات مين أكتر شخصية منهم. بنشوفكم بملخص جديد ولوقتها سايونارا.